بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. مع قناتكم قناة الملكة والأمير. إن كنت أول مرة تشاهدنا فترجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وإن كنت من المشتركين ومتابعينا كل الشكر والحب ليكم. لحظة النطق في قضية الطفل شنودة، القضية الطفل شنودة والتبني، ولماذا شغلت قضيته الرأي العام وأغضبت مسيحيين في مصر؟ قبل ما نتكلم عن النطق بالحكم هنتكلم عن بعض النقاط البسيطة. أثار قضية الطفل شنودة الذي وجدته أسرة مسيحية وكان عمره بضعة أيام وقامت بتربيته لمدة 4 سنوات قبل أن تقرر السلطات المصرية إيداعه دار رعاية، أثارت جدلا واسعا ونقاشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قوانين التبني والكفالة في البلاد. النقاش الذي تركز في البداية على مناشدات للمسؤولين بإعادة الطفل إلى الأسرة اتسع ليشمل تساؤلات حول بعض قوانين الأحوال الشخصية التي تمس المسيحيين في البلاد. ومن أهم التساؤلات آلية تحديد ديانة مجهول النسب وفقا للقانون المصري والسماح للمصريين بالتبني وفقا للمفهوم المسيحي. ونستعرض فيما يلي تفاصيل الجدل الدائر حول تلك القضايا وأحدث مستجداتها. قصة الطفل شنودة، نقلت وسائل إعلام مصرية عن الزوجين المسيحيين إنهما وجد الطفل عند باب الكنيسة، والبعض يقول أنه في حمام الكنيسة، وعمره أيام، وقرار تبنيه بعد استشارة المعنيين في الكنيسة إذا لم يرزق بأطفال، كانش عندهم أولاد. وأطلق الزوجان على الطفل اسم شنودة فاروق فوزي وعاش بينهم لمدة 4 سنوات قبل أن تتقدم بنت أخت الزوج بشكوى إلى النيابة العامة للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة، وقالت أن الطفل مختطف. وبعد أن خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي وثبوت عدم نسبه لهما، قررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام بوصفه فاقدا للأهلية وتغيير اسمه إلى يوسف. ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراءات ضد الزوجين إذا ثبت لديهم حسن نيتهم، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي حول القضية حتى الآن. رواية الأسرة الحاضنة، ظهر الزوجان في مقابلات تلفزيونية وقد بدا عليهما الحزن الشديد، واوضح انهما كانا يجهلان القوانين المتبعه في مصر في مثل تلك الحالات، وقال ان وجود الطفل عند باب الكنيسه يجزم بديانه اهله الحقيقيين ان اهله مسيحيين. ووصف الزوجان اللحظات الصعبه التي عاشها عندما انتزع موظف وزاره التضامن الطفل منهما، وذكر الزوج انه اعرض للموظفين عن استعداده هو وزوجته للعمل خدامين في دار الرعاية ليبقوا بجانب طفلهم. الطفل شنودة، قضية الطفل شنودة شغلت حيزا كبيرا من اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأبدى مغردون تعاطفهم مع العائلة وأطلقوا وسوما عدا على غرار رجعوا شنودة لأسرته اللي حضنته وغيروا القوانين لصالح الإنسانية بهدف إثارة القضية والعمل على حلها. العمل على حلها. بينما سخر الإعلامي خالد منتصر من إذاعة الطفل في دار الأيتام لأنه ولد على دين الفطرة، لكن مغردون آخرون قالوا إنه إن كان يتعين على الأسرة إبلاغ الشرطة أولا لوجود الطفل قبل القيام بتسجيله باسمهم، وأن وجود عملية خطف يظل احتمالا واردا، وإعادة القضية قوانين التبني إلى الواجهة من جديد. وطالب كثيرون السلطات بإعادة النظر بالقوانين المعتمدة وتعديلها لتناسب مختلف الأديان، وشدد آخرون على أهمية وضع قوانين تركز في مضمونها على ضمان مصالح الأطفال. وما حقيقة الجدل حول شائعة هذا القانون؟ ومن بين أن تكون أيضا شروط أخرى، ماذا يقول القانون المصري؟ حذرت الدولة المصرية التبني بمفهومه الأوسع عندما أصدرت قانون الطفل رقم 12 لسنة 96، وأجرت عليه عدة تعديلات وكان آخرها في لائحة التنفيذية في عام 2010،
واعتمدت مصر بدلا من ذلك نظام الأسر البديلة الذي ينص على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهول النسب، بأسر يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو مصالح ذاتية. ومن بين شروط وأحكام نظام الأسر البديلة أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين، ويجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة على كفالة الطفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهم مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية المؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل يقل سن كل منهما عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 سنة. ويجوز حسب النظام أن يحمل الطفل كريم النسب ذكرا كان أو أنثى الاسم الذاتي للأب البديل الكافل، ويحل محل الاسم الأول والوارد في شهادة ميلاد مميكنة أو لقب عائلة الأسرة البديلة الكافلة في نهاية اسمه، ويثبت في ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك في أي أثر من آثار التبني. ويجوز أن يحمل الطفل كريم النسب ذكرًا كان أو أنثى الاسم الذاتي للأم البديلة الكافلة بدلًا من الاسم الأول للأم الوارد في شهادة ميلاد المميكنة. وقد وسعت في مصر في عام 2020 القواعد الخاصة بمن يمكنه كفالة أو احتضان طفل لتشمل العازبات فوق سن 30 والمطلقات، وخفضت الحد الأدنى المطلوب للتعميم. التمني هو أن يرعى أبوان في بيتهما طفلا ليس من صلبهم، ويعتبر الطفل ابنا شرعيا لهما، إذ يحق للعائلة إعطاء هذا الطفل الاسم الكامل لها وتوريث الطفل من ممتلكتهم. الكفالة ترعى أسرة طفلا لا يقدر أهله على رعايته، أو محروما من الجو الأسري، ولا يأخذ الطفل الاسم الكامل الأب الكافل والأم الكافلة، ولا يكون له حق في الميراث. أما التبني الموجود في مصر فيعرف بالكفالة أو برنامج الأسر البديلة. يمكن هذا البرنامج الأوصية أو الأم البديلة أو الكافلة من رعاية الطفل في بيتهم كما لو كان ابنهم أو فرد من أسرتهم، كما يطيح للوالد أو الأم منح اسم العائلة أو اسم عائلة الأم لهذا الطفل، ويكون الوالدان أو الأم مسؤولين مسؤولية كاملة عن رعاية الطفل. هل يمنح الطفل المكفول الاسم الكامل للأب؟ هذا غير مسموح به في الإسلام لتجنب اختلاط الأنساب، ولكنه مسموح به بالعائلات المسيحية. هل يحق للطفل المكفول أن يرث الكافل؟ لا يحق في الإسلام للابن المكفول أن يرث الأبوين الكافلين. الهبة يمكن للآباء الكافلين وهمهم على قيد الحياة منح الطفل هبة مادية أو عينية أو شراء شقة. الوصية يجوز شرعاً أن يوصي الشخص بثلث ممتلكاته لمن يشاء الابن أو الابنة، بهذا يحصل المكفول على ما يزيد على الثلث. تحديد ديانة مجهول النسب. بعد مراجعة قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم تلك الأمور، لم نعثر على مادة واضحة النص تحدد ديانة مجهول النسب وكيفية إدراك ديانته بشهادة ميلاد، ولكن المعتاد أن الحكومة ممثلة في هيئة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية تختار له اسما ثلاثيا وتنسبه إلى الدين الإسلامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تنص على أن الطفل المولود في دولة مسلمة وغير معلوم الأب والأم يصبح مسلما بالضرورة. ونقلت وسائل الإعلام عن عزيز عمار رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة الضمان الاجتماعي قولها إن من المتعارف عليه بحكم أن مصر بلد إسلامي نسبة الأطفال مجهول النسب إلى الدين الإسلامي، كما نقل عن المستشار القانوني للكنيسة المصرية رمسيس النجار قوله إنه وفقا للدستور المصري وتحديدا المادة الثانية منه والتي تنص على أن الإسلام الدين الدولة، فإن الطفل مجهول النسب يحمل ديانة الإسلام من تلقاء نفسه حتى لو عثر عليه كائن أمام كنيسة ورباه، ويظل على هذا الحال طيلة عمره إلا لو اكتشف يوما أسرته وكانت مسيحية فيجوز له تغيير اسمه. وهنا اللغز القانون ولحظة النطق الذي من الممكن أن يتمسك به القانون.
التبني عند المسيحيين بمفهوم الواسع بنسب الطفل إلى اسم الأسرة البديلة لا مشكلة فيه لدى المسيحيين، وكان معمولا به حتى سبعينيات القرن الماضي. وقد أجاز أحد بنود اللائحة وفق شروط توسع المسيحيون بالتعجيزية إلى أن الدولة المصرية ظلت تبيح حتى عام 96 عندما صدر قانون الطفل رقم 12 الذي حظر التبني بشكل تام. وكانت مسألة التبني بين الكنائس المسيحية تقابل بآراء مختلفة، رغم أن دستور عام 2014 المعمول به حاليا ينص على احتكام المسيحيين لشرائعهم. فقد تقدمت الكنيسة الإنجيلية وحدها بفصل كامل عن التبني والمواريث في لائحة قانون الأحوال الشخصية الموحد. وفي نهاية 2014 قدمت الكنائس الثلاث مقترحا بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى وزارة العدالة الانتقالية، وقامت الوزارة بإعداد المسودة النهائية للمشروع وإرسالها إلى الكنائس. وما زلنا في هذا الوقت نرى ونرى كفالة أول طفل مسيحي لشكل رسمي. الموضوع كثير وكثير وكثير، ولكن تتيح وزارة الضمان الاجتماعي للأسرة المسيحية رعاية طفل من إحدى الدور المسيحية بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة. واحتفلت منى بحروج مؤسسة مبادرة الاحتضان في مصر بكفالة أول طفل مسيحي بشكل رسمي وقانوني في مصر، وتقول دحروج حول دور المبادرة الداعم للأسر: نساعد الأسر الراغبة في أن تقفل طفلا في التعرف على الإجراء وكيف يدعون والتقديم لأوراق المطلوبة. ننتظر لحظة النطق يوم 4 فبراير، والله يصنع الخير مهما كانت النتيجة. كل الشكر والحب لمحب القناة، أشكركم ومنتظر تعليقاتكم ولايكاتكم.